السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الICT أو الحاسب الآلي لمنهج الصف الخامس الابتدائي ترم أول عربي، والنهاردة هناخد مع بعض الدرس الثاني وهو الأدوات الملحقة بجهاز الكمبيوتر. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة بسيط خالص يا أصحابي، هو بيكلمنا عن جهاز الكمبيوتر اللي موجود، ممكن يكون موجود عندنا في البيت، ممكن يكون موجود عندنا في المدرسة. جهاز الكمبيوتر ده بيبقى فيه أجهزة ملحقة بيه، يعني متوصلة بيه من الآخر. الأجهزة الملحقة بيه دي بتساعدنا وبتسهل علينا استخدام الكمبيوتر، فهو بيعرفنا ايه هي الادوات الملحقة بالكمبيوتر، وبيقول لنا ايه اهم المشكلات اللي ممكن تواجهنا واحنا بنستخدم الكمبيوتر، وطبعا ازاي نحل المشكلات. هنا المكونات اللي ممكن تكون ملحقة بجهاز الكمبيوتر: اول حاجة الفلاش ميموري. الفلاش ميموري او ذاكرة الفلاش، الفلاشة اللي احنا ممكن كلنا بنكون بنستخدمها في نقل الملفات، فهو هنا بيعرفنا ان هي بتستخدم في نقل الملفات والبيانات من جهاز كمبيوتر لاخر، وده شكلها طبعا زي ما احنا عارفين. تاني حاجة سلك الايثرنت او الايثرنت كيبل. سلك الايثرنت ده هو سلك شبه السلك بتاع التليفون، بس هو بيبقى عريض شوية وسميك شوية، بيتوصل ما بين الكمبيوتر وبين الراوتر بتاع الانترنت، وهو موريك هنا شكله، وهو بيقول لك سلك يربط جهاز الكمبيوتر او جهاز الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب يعني بجهاز الراوتر اللي هو بتاع الانترنت. ثالث حاجة الراوتر، بيعرفك ايه هو الراوتر او جهاز التوجيه، وهو جهاز بيربط جهاز الكمبيوتر بالانترنت بواسطة الواي فاي او عن طريق سلك الايثرنت اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية. رابع حاجة اسمها منفذ الايثرنت، اللي هي الفتحة اللي موجودة في الكمبيوتر وموجودة في الراوتر. الفتحة دي بيكون فيها شرط كده معدنية بيخش فيها سلك الايثرنت، بحيث ان احنا نوصل الراوتر بالكمبيوتر بشكل مباشر عن طريق السلك ده. منفذ الايثرنت ده بيتصل بسلك الايثرنت، يعد الاكثر استقرارا واسرع من الوصلات اللاسلكية. ليه؟ لان الايثرنت ده اللي هو كابل الانترنت ده بيبقى أسرع من الواي فاي. لما بتوصله بشكل مباشر بتوصل الكمبيوتر بشكل مباشر عن طريق السلك ده بالراوتر على طول من غير واي فاي ومن غير حاجة. الكابل ده بيخلي الانترنت سريع جدا وبتوصل للكمبيوتر بشكل سريع ومنتظم، ما بيقطعش زي مثلا لما تبقى موصل الكمبيوتر بالواي فاي، ساعات الواي فاي الانترنت بيقع شوية وبعدين يشتغل تاني وهكذا. سلك الايثرنت ده بقى او السلك بتاع الانترنت ده بنحطه في منفذ الايثرنت ده او الايثرنت بورت، بندخل الكابل في الكمبيوتر وفي الراوتر بنوصل بينهم بشكل مباشر، فده بيبقى اسرع بكتير وافضل بكتير من الواي فاي او الوصلات اللاسلكية اللي هي الواي فاي يعني. يبقى احنا عرفنا اربع حاجات دلوقتي: ذاكرة الفلاش او الفلاش ميموري، سلك الايثرنت، الراوتر او جهاز الراوتر، ومنفذ الايثرنت. طبعا في كمان حاجة اسمها محرك القرص الصلب الخارجي اللي هو الهارد الخارجي. الكمبيوتر بيبقى جواه حاجة اسمها هارد، الهارد ده بنخزن عليه الملفات بتاعتنا. ساعات الهارد ده بيكون اتملى خلاص على اخره، او بيكون مثلا مساحته صغيرة ومش هيكفي الملفات اللي احنا عايزين نخزنها كلها، فبنقدر نشتري هارد خارجي او محرك قرص صلب خارجي. الهارد ده عبارة عن ذاكرة كبيرة او بنخزن عليها الملفات بتاعتنا، زي ما احنا شايفين قدامنا ده شكله، وبيبقى خارج منه كابل كده بيتوصل بالكمبيوتر على طول. والهارد ده بنقدر نحط عليه الملفات والحاجات اللي احنا عايزين نخزنها، ممكن نوصله بالكمبيوتر في اي وقت نحط عليه الملفات اللي احنا عايزينها او ناخد منه ملفات احنا عايزينها، وده بيكون محرك قرص ثابت ولكنه بيعمل بشكل افضل واسرع. ده بيكون عامل زي الهارد بتاع الكمبيوتر، بس ده بيتوصل بالكمبيوتر من بره، وده بيكون اسرع بكتير من حتى من الهارد العادي، فده اسمه محرك القرص الصلب الخارجي او الهارد الخارجي يعني. في حاجه كمان عندنا اسمها واجهه الوسائط المتعدده عاليه الوضوح ال HDMI. لو حد فينا يا اصحابي عنده تلفزيونات مسطحه الجديده دي، هتلاقي فيها في الجنب كده فتحه، الفتحه دي الكابل اللي بيخش فيها كابل عريض كده هو اللي احنا شايفينه في الصوره ده اسمه منفذ HDMI. يعني ايه HDMI؟ يعني منفذ بيوصل الصوت والصوره للجهاز للكمبيوتر او لشاشه التلفزيون.
التلفزيون بشكل عالي جدا في الجودة، كمان نقي جدا، يعني يخلي الصورة والصوت اللي خارجين من الكمبيوتر او من جهاز التلفزيون جودتهم عالية جدا. فده اسمه HDMI او كابل HDMI. ده سلك بينقل الصوت والصورة من الاجهزة واليها، زي ما قلت لكم ده سلك بينقل الصوت والصورة من الاجهزة واليها، بيخلي الصوت والصورة جودتهم عالية قوي. وفي نفس الوقت هو اصلا السلك ده بيبقى ليه منفذ كده في مكان بنحطه فيه، بنوصله بالكمبيوتر وبنوصله برضو بشاشة التلفزيون ونوصله بالريسيفر، بيبقى موجود ليه منافذ كتيرة قوي ممكن ندخله فيها. المهم ان انت لما بتستخدم السلك ده مع الجهاز بتاعك، ده بيساعد ان الصوت والصورة اللي هيطلعوا من الجهاز بتاعك جودتهم تكون عالية جدا. في طبعا معلومات عايزين نعرفها عن الهارد الخارجي او القرص الصلب الخارجي زي ما قلنا، ودي وحدات القياس بتاعتها. طبعا اصغر حاجة موجودة في وحدات القياس هي البايت. البايت ده حاجة صغيرة جدا عاملة زي الحرف الواحد. واحد بايت يعني بيساوي 8 بت، يعني بيساوي حرف واحد. لو كتبت حرف الالف ده يعتبر واحد بايت. في حاجة اسمها الكيلو بايت، ده بيعتبر 1024 بايت، يعني 1024 حرف. في حاجة اسمها بقى الميجا بايت، الميجا بايت دي 1024 كيلو بايت. اكبر من الميجا بايت بقى الجيجا بايت، احنا بنتكلم بيها دلوقتي في الاجهزة بتاعتنا، وهي 1024 ميجا بايت. الجيجا بايت دي حاجة كبيرة وكويسة، وهتلاقيها موجودة في ذاكرة الموبايل وذاكرة الكمبيوتر بتاعك. فالجيجا بايت بيقول لك ده مساحته كذا جيجا بايت، 500 جيجا بايت، 1000 جيجا بايت، 750 جيجا بايت. فالجيجا بايت هي 1024 ميجا بايت. اكبر حاجة اخترعوها وعملوها في وحدات قياس الذاكرة بتاعت الهارد الخارجي وبتاعت اي قرص صلب هي التيرا بايت. التيرا بايت هي 1024 جيجا بايت، ودي حاجة كبيرة قوي بيستخدموها في تخزين بيانات عملاقة وضخمة، وطبعا مش بتبقى لاستخدام الناس العادية. يعني ممكن تجيب هارد مساحته بالكتير او 1 أو 2 تيرا بايت، لكن في شركات بيبقى عندها 1000 تيرا بايت و2000 تيرا بايت. دي بيبقى الشركات دي عندها بيانات كبيرة وضخمة جدا محتاجة تخزنها في مساحات كبيرة، فعلشان كده عملوا لهم التيرا بايت. فالتيرا بايت هي 1024 جيجا بايت. عرفنا دلوقتي وحدات قياس الذاكرة او المحرك القرص الصلب او الهارد الخارجي بتاع الكمبيوتر. اول حاجة البايت، ودي اصغر حاجة. تاني حاجة الكيلو بايت، اكبر منه شوية الميجا بايت، اكبر منهم شوية الجيجا بايت، ودي اللي بنستخدمها في حياتنا العادية. والتيرا بايت دي اكبر وحدة قياس بنقيس بيها الذاكرة دلوقتي. طبعا لما بتيجي توصل الكمبيوتر بتاعك بالانترنت تسأل وتقول هي سرعة الانترنت هنا دلوقتي كام ميجا بايت؟ كام ميجا بايت في الثانية الواحدة؟ يعني ايه كام ميجا بايت في الثانية الواحدة؟ يعني سرعة الانترنت اللي انا بستخدمها وموصلها بالكمبيوتر بتاعي تقدر تنقل كام ميجا بايت في الثانية الواحدة. ودي طبعا بنقيس بيها سرعة الشبكة وسرعة الاتصال بشبكة الانترنت. فطبعا الميجا بايت في الثانية او ميجا بايت بير سكند دي وحدة قياس السرعة بتاعة شبكة الانترنت او الشبكة اللي انت موصل بيها الجهاز بتاعك. دي معلومة مهمة ولازم نكون عارفينها كويس. يبقى ميجا بايت في الثانية الواحدة او ميجا بايت بير سكند هي وحدة قياس بنستخدمها لقياس سرعة الشبكة او الاتصال بشبكة الانترنت. طبعا تامن حاجة عايزين نعرفها وهي الجيجا هيرتز او الجي هيتش ذد. دي جيجا هيرتز، دي جيجا هيرتز دي هي بتقول لك قد ايه السي بي يو او وحدة المعالجة المركزية او مخ الكمبيوتر. احنا عرفنا من السنة اللي فاتت ان الكمبيوتر جواه حاجة اسمها بروسيسور او وحدة معالجة مركزية. البروسيسور ده او وحدة المعالجة المركزية اللي جواه الكمبيوتر دي زي المخ بتاعه، المخ اللي هو بيفكر بيه. لما انت بتديله امر، الامر ده هو بيفهمه عن طريق ان هو يوصله للمخ ده اللي هو وحدة المعالجة المركزية دي. ووحدة المعالجة المركزية دي تفسرها، تقول له يا كمبيوتر ده هو بيقول لك افتح الصورة المعينة، اكتب الحرف المعين، شغل الفيديو الفلاني، بيقول لك امر من الاوامر. فهي دي مخ الكمبيوتر او وحدة المعالجة المركزية اللي احنا بنقول عليها. وحدة المعالجة المركزية دي ليها طبعا قوة احنا بنقيسها في المجال الخاص بالكمبيوتر. فهو بيعرفنا هنا بيقول لنا وحدة بتاعة السي بي يو او وحدة المعالجة المركزية دي عالية كبيرة، كل ما كان ده بيدل ان هو كمبيوتر متقدم وان وحدة المعالجة المركزية بتاعته متقدمة وان هو ذكي حديث
بيقدر ينفذ أوامر كتيرة جدا في وقت قصير جدا. فهو ده باختصار استخدام الجيجا هرتز. الجيجا هرتز دي بنقيس بيها عدد الدورات التي تنفذها وحدة المعالجة المركزية في الثانية الواحدة. كلما زاد عدد الدورات زادت سرعة المعالج لمعالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات. هنعتبر الدورات دي هي الأوامر. كل ما كان الجيجا هرتز بتاعت الوحدة بتاعت المعالجة المركزية دي كتيرة وعالية، كل ما ده كان بيدل ان هي بتقدر تنفذ أوامر كتيرة قوي في ثانية واحدة، وده بيدل ان هو كمبيوتر قوي وحديث. فهنا الجيجا هرتز دي بنستخدمها لقياس قوة وسرعة المعالج الخاص بالكمبيوتر او وحدة المعالجة المركزية الخاصة بالكمبيوتر. فبيقولك هنا لاحظ ان كلما زادت سرعة الشبكة كانت افضل في الاتصال بشبكة الانترنت. يعني كل ما كان سرعة الشبكة اللي انت موصلها بالكمبيوتر اللي هي الانترنت مثلا شبكة من شبكات الشركات المختلفة في البلد اللي انت فيها، كل ما ده كان افضل وكان مخلي الكمبيوتر متوصل بالانترنت بشكل اسرع. دلوقتي عرفنا الحاجات والمفاهيم الخاصة بالحاجات اللي ممكن نقابلها واحنا بنستخدم الكمبيوتر. طبعا عايزين نعرف ايه المشكلات اللي ممكن تواجهنا واحنا بنستخدم الكمبيوتر، ممكن نحلها ازاي. كمان بعض المشكلات اللي ممكن تواجهك وانت بتستخدم الكمبيوتر وحلولها. المشكلة الاولانية طبعا هي مشكلة في معالجة البيانات او الملفات الكبيرة، مثل مثلا عرض تقديم كبير. انت عامل مثلا presentation او عرض تقديم كبير على برنامج الباوربوينت اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في السنة اللي فاتت ولسه هنتكلم عليه السنة دي كمان. البرنامج ده انت حاطط عليه بيانات كتيرة قوي، فبتيجي تفتح الملف بتاعه مش عايز يفتح. فبيقولك هنا دي مشكلة ممكن تواجهك. السبب والمحتمل والحل عدم وجود مساحة كافية للرسومات. اغلق بعض البرامج. ممكن يكون البرنامج ده عليه رسومات كتيرة قوي وانت الجهاز بتاعك كارت الشاشة بتاعه ما فيهوش ذاكرة، او باختصار كده يعني وببساطة كده الجهاز بتاعك فاتح برامج كتيرة فانت مش قادر تفتح برامج زيادة. فبيقول لك هنا ان انت مفيش مساحة كافية تفتح بيها البرنامج ده لان الرسومات اللي فيه كبيرة. اغلق بعض البرامج والمشكلة دي هتتحل وهتلاقي البرنامج اتفتح. طب المشكلة التانية بيقول لك عدم القدرة على تخزين الملفات. انت دلوقتي عندك ملفات عايز تخزنها على الكمبيوتر وانت مش عارف تخزنها، فايه المشكلة دي حلها ايه؟ طبعا السبب بتاعها بيقول لك ان انت اكيد المساحة عندك غير كافية علشان كده مش عارف تخزن ملفات جديدة. طيب الحل بتاعها ايه المشكلة دي؟ انقل الملفات القديمة لمحرك اقراص خارجي. زي ما قلنا ممكن نجيب هارد خارجي او محرك اقراص خارجي وننقل الملفات القديمة عليه اللي احنا مش عايزينها على الكمبيوتر دلوقتي، بحيث ان احنا نوفر مساحة جوه الكمبيوتر ونقدر نخزن فيها الملفات الجديدة اللي احنا عايزينها دلوقتي. طب دي المشكلة التانية. المشكلة التالتة بيقولك اتصال ضعيف بالشبكة أثناء مؤتمر فيديو. انت دلوقتي عندك اجتماع او مؤتمر فيديو، يعني فيديو كونفرنس، بتستخدم مثلا برنامج زوم، البرنامج اللي احنا كلنا عارفينه، والاتصال بتاع شبكة الانترنت ضعيف. كل شوية تلاقي البرنامج وقف عن العمل ومتسامع الناس ومش عارف تشوف الناس ومش عارف تسمع هما بيقولوا ايه. المشكلة دي ممكن تواجهك. طب الحل بتاعها ايه والسبب بتاعها ايه؟ اول حاجة انت اكيد متوصل باتصال لاسلكي بالانترنت وده بيكون ضعيف وبطيء. زي ما قلنا احنا ممكن ايه لو وصلنا بالواي فاي، الواي فاي ساعات الشبكة بتاعتها بتقع، فبالتالي احنا ممكن الاتصال يكون ضعيف وبطيء بسبب ان احنا متوصلين بالواي فاي مش عن طريق كابل الايثرنت اللي احنا قلنا عليه. فبيقولك الحل جرب شبكة الايثرنت السلكية السريعة. هات كابل الايثرنت وصل الجهاز بتاعك بشكل مباشر بالراوتر بتاع الانترنت، هتلاقي السرعة زادت وهتلاقي الشبكة بقت مستقرة وهتلاقي المشكلة دي اتحلت. طيب رابع مشكلة، المشكلة بتاعت الانترنت المنزلي لا يعمل. الانترنت نفسه مش شغال بقى في البيت، الراوتر نفسه مش مفيهوش انترنت. المشكلة دي ممكن تواجهك. السبب بتاعها ايه والحل بتاعها ايه؟ طبعا السبب بتاعها ممكن يكون في انقطاع الاتصال، ممكن يكون السلك اتقطع، ممكن يكون في مشكلة في السنترال، ممكن يكون في مشاكل كتيرة، او ممكن يكون الراوتر نفسه السلك بتاعه اتفصل ولا حاجة. فده الاحتمال بتاع المشكلة. الحل بتاعها ايه؟ استخدم الايثرنت او اتصل بمزود خدمة الانترنت. استخدم كابل الايثرنت لو الراوتر فيه انترنت بس انت مش عارف تستخدمه.
لو الراوتر نفسه ما فيهوش انترنت والانترنت مش واصل للراوتر اصلا، اتصل بمزود خدمة الانترنت، اتصل بشبكة اتصل بالشركة بتاعة الانترنت اللي بعتالك الانترنت دي، سواء مثلا كانت وي ولا فودافون ولا اورنج ولا اتصالات ولا اي شركة اتصالات انت بتستخدم منها الانترنت بتاعها، اتصل بيهم وقول لهم يا جماعة الانترنت واقع عندي في البيت، ايه المشكلة دي، حلها ايه، المشكلة دي من عندكم، وهم يساعدوك ويحلوا لك المشكلة. فدول اربع مشاكل ممكن يواجهوك وانت بتستخدم جهاز الكمبيوتر، واحنا عرفنا الاسباب المحتملة بتاعتهم والحل كمان. وبكده نكون عرفنا المشاكل دي. تعالوا نحل الاسئلة اللي على الدرس التاني ونشوف حلها شكله عامل ازاي، ونشوف الاسئلة شكلها عامل ازاي. فهنا بيقول لك السؤال الاول، ما هي ملحقات جهاز الكمبيوتر؟ فاحنا عرفنا ان هي ذاكرة الفلاش، سلك الايثرنت، الراوتر، محرك القرص الصلب الخارجي، منفذ الايثرنت، واجهه الوسائط المتعدده عاليه الوضوح. دي الست حاجات اللي احنا اتكلمنا عنهم النهارده. طب بيقول لك هنا، ما هي وحدات القياس؟ وحدات قياس طبعا هنا الخاصه بالكمبيوتر كلها، السرعه والمساحه والذاكره وكل حاجه. احنا اتكلمنا النهارده عن بعض وحدات القياس. اول حاجه اللي هي الجيجا هرتز اللي احنا قلنا عليها بتاعت وحده المعالجه المركزيه، الجيجا بايت طبعا بتاعت الذاكره بتاعت الهارد الخارجي او بتاعت القرص الصلب، الميجا بايت اللي احنا قلنا عليها اصغر منها، الكيلو بايت والبايت والبت والميجا بايت بير سكند او الميجا بايت في الثانيه اللي هي خاصه بسرعه الانترنت وسرعه الشبكه اللي احنا متوصلين بيها، والتيرا بايت طبعا دي اكبر وحده قياس خاصه بالمحرك القرص الصلب او الهارد يتواجهنا قد ايه هو مساحته كبيره او صغيره. طب بيقول لنا هنا، زميل لك واجهته مشكله عند استخدام الكمبيوتر وهي عدم القدره على تخزين الملفات، ما هو الحل الذي تقترحه؟ طبعا هقترح عليه واقول له انقل الملفات القديمه الى محرك اقراص خارجي، لان هو المحرك الاقراص الداخلي او الهارد بتاع الكمبيوتر بتاعه مليان على اخره، فاحنا محتاجين ننقل الملفات القديمه اللي احنا مش محتاجينها لمحرك اقراص خارجي زي ما قلنا من شويه، وبالتالي هيوفر مساحه يقدر يحط عليها الملفات والبيانات الجديده. طب بيقول لك هنا، زميل لك واجهته مشكله وهي اتصال ضعيف بالشبكه اثناء مؤتمر فيديو، ما الحل الذي تقترحه عليه؟ طبعا هقول له ايه، اقول له جرب شبكه الانترنت السلكيه السريعه اللي هي الايثرنت اللي احنا قلنا عليها من شويه. طيب سؤال رقم 5 بيقول لك، زميل لك واجهته مشكلة وهي الانترنت المنزلي لا يعمل، ما الحل الذي تقترحه عليه؟ طبعا هقول له استخدم كابل الايثرنت زي ما قلنا من شوية، لكن لو الراوتر نفسه ما فيهوش خدمة هقول له اتصل بمزود خدمة الانترنت وشركة الانترنت اللي احنا واخدين من عندهم الاشتراك بتاعنا، وهم هيساعدونا في المشكلة دي. فالإجابة هنا بيقول لك استخدم الايثرنت او اتصل بمزود خدمة الانترنت. بكده نكون شرحنا الدرس التاني وحلينا الأسئلة الخاصة بيه كمان. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة وفهمت المعلومات اللي احنا بنقولها كويس. لو فهمت المعلومات اللي احنا بنقولها هتلاقي الدرس يتحفظ في دماغك بمنتهى السهولة. رجع الدرس مرة تانية لو مش فاهم حاجة أو في حاجة نسيتها، وعيد الدرس مرة تانية هتلاقي نفسك فهمت الدرس تمام وهتقدر تجاوب على أي سؤال بمنتهى السهولة. أتمنى أن أنت تكون استفدت. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم أن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.